السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 4 يوليوز 2019، غادي ندوزو للتقديم أو ورقة تعريفية لهذا النوع ديال الطماطم. كما كتبان لكم، ها هي، هذه سميتها لا بلاك زيبرا. كما كتلاحظوها لا بلاك زيبرا، لا بلاك زيبرا الشكل ديالها جميل، كما كيبان لكم بأنها فيها الأسود، فيها الأحمر، وفيها الأخضر. فهو الأسود ها هو كما كيبان لكم هنا، فيها الأحمر ها هو، فيها الأخضر، ويعني ولون جميل جدا لهذا النوع ديال الطماطم. الحجم ديالها فهو كيكون صغير، فأنا تقريبا يعني وزنتهم، وغادي نحط لكم صور ديال الوزن في آخر الفيديو. يعني بالنسبة لهذه الطماطم فهي كتكون على شكل عناقيد، العنقود كتقدر تكون فيه حتى 6 ديال الطماطم ولا 7 ديال الطماطم، 7 ديال الحبات ديال مطيشه. والشكل ديالها فهو يعني مدوره كرويه، ها هي كما كتبان لكم، وماشي كبيره الحجم بزاف. ندوزو للمرحله ديال باش نقطعها، وغادي تشوفوها من الداخل وفي نفس الوقت ندوقوها. بسم الله، غادي ناخذ وحده وغادي نقطعها، غادي نحيد ليها هذا وغادي نقطعها ونشوف كيفاش دايره. كما قلت لكم فهي قاسحه، بسم الله. كنتمنى انكم تكونوا كتشوفوها، جميله جدا، يعني سوداء. ملي كنقولوا بلاك زيبرا فهي سوداء. شوفوا اللون ديالها، ما عرفتش واش كيبان، واش كاين حيت مع الظلام، ما عرفتش واش كيبان لكم ولا لا. جميله انا بالنسبه ليا. اذا انا غادي نقطع منه واحد الطريف صغير. قطعت ضقت، غادي نحيد كما العاده، كما العاده الزريعة أو البذور، باش اللي يبغى البذور مرحبا به. المهم هو بأنكم تعلبوا تزرعوا وتزرعوا. أنا ما غاديش نعاود ندوقها، غادي نعطي المدام هي اللي غادي تدوق. المذاق ديالها حلو، يعني ماشي حامض، المذاق ديالها حلو وزوين، زوين بزاف. Très bon. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.